إذن تلامذتي الأعزاء، الآن مع الوضعية الثانية في درس الأعداد الكبيرة، الملايين والملايير. إذن الآن تلامذتي الأعزاء مع وضعية انطلاق. إذن نقرأ جميعا الوضعية. رأى أحمد في منامه أنه ورث مبلغا كبيرا من المال. ترى لو تحقق هذا الحلم فهل يستطيع أحمد شراء ضيعة كبيرة ثمنها هذا العدد التالي؟ ثمنها هذا العدد. إذن إذا تحقق الحلم، هل يستطيع أحمد شراء ضيعة ثمنها هذا العدد أم لا؟ إذن كما تلاحظون تلاميذ الأعزاء في الصورة أن مبلغ الإرث هو العدد التالي. إذن الآن مع أسئلة وضعية الانطلاق. ألف، لنساعد أحمد على كتابة المبلغين بكيفية تسهل قراءتهما. إذن كما تلاحظون هنا العددين مكتوبان بكيفية تعذر علينا أو لا تدعنا نقرأ جيدا العددين. إذن يجب أن نكتب العددين بكيفية تسهل قراءتهما. ثانيا، إذن هنا نتحدث عن مبلغ الإرث وكذلك ثمن الضياع. إذن يجب أن نكتب هذين العددين بكيفية تسهل قراءتهما. ب، لنقارن المبلغين. إذن لماذا نقارن المبلغين؟ إذن نقوم بمقارنة المبلغين، وذلك للتوصل إلى العدد الأكبر، ونرى إن كان أحمد يستطيع شراء الضيعة أم لا يستطيع شراءها، وبالأخير نقوم باستنتاج. إذن الآن تلاميذ الأعزاء نمر إلى المناقشة. إذن قبل تحديد إن كان العددين مبلغ الإرث يمكن أحمد من شراء ثمن شراء الضيعة، وهو الثمن الذي قمنا بتحديده هنا. إذن هذا هو ثمن الضيعة. نقوم قبل ذلك بتمثيل العددين، إذن لكي نتعرف على فصول كل عدد. إذن نقوم بتمثيل العددين التاليين، وهو العدد الأول وهو ثمن الضيعة، أما العدد الثاني فهو مبلغ الإرث. إذن لتمثيل العددين نستعين بجدول العد. إذن جدول العد تلاميذ الأعزاء هو كالتالي. إذن لقد تعرفنا سابقا على فصل الوحدات البسيطة وفصل الآلاف وفصل الملايين. إذن الآن سنتعرف على فصل جديد وهو فصل الملايير. إذن سينضاف لنا فصل جديد وهو فصل الملايير. وكما تلاحظون كل فصل يتكون من ثلاثة رتب: وحدات، عشرات، مئات. وحدات آلاف، عشرات الآلاف، مئات الآلاف. وحدات الملايين، عشرات الملايين، مئات الملايين. وحدات الملايير، عشرات الملايير، مئات الملايير. إذن الآن سنقوم بتمثيل العددين. إذن نبدأ بالعدد الأول وهو ثمن الضيعة. إذن كما قلت سابقا، دائما لتمثيل عدد نبدأ دائما بفصل الوحدات البسيطة، أي نبدأ من أقصى اليمين، وبعد ذلك نتسلسل في التمثيل حتى نكمل العدد. إذن نبدأ أولا بفصل الوحدات البسيطة. إذن هنا فصل الوحدات البسيطة يكون دائما أقصى اليمين. إذن كما تلاحظون في العدد أقصى اليمين يوجد الرقم 6، إذن سأبدأ به أولا. إذن 6، ثم يليه الرقم 5، ثم الرقم 0. إذن الآن انتهيت من فصل الوحدات البسيطة. الآن سأمر إلى فصل الآلاف. أبدأ بالوحدات الآلاف: 7، ثم 8، ثم 5. وبعد ذلك أمر إلى فصل الملايين. إذا فصل الملايين، وحدة الملايين هنا يمثل هو الرقم 9، عشرة الملايين 9، ومئات الملايين 9. إذا هذا فيما يخص العدد الأول. إذا كما تلاحظون فصل الوحدات البسيطة هنا وهو العدد 56، أما فصل الآلاف هنا 587. فيما يخص فصل الملايين 999. إذا هذا العدد يقرأ بالشكل التالي: 999 مليونا و587 ألفا و56. إذا الآن تعرفنا على فصول العدد التالي. إذا كما تلاحظون هذا العدد لا يوجد فيه فصل الملايير. إذا يوجد فيه فقط ثلاثة فصول، وهي الوحدات البسيطة، الآلاف، والملايين.
إذن الآن سنمر لتمثيل العدد الثاني وهو مبلغ الإله والإرث. إذن الآن تلاميذ الأعزاء سنقوم بتمثيل هذا المبلغ في الجدول. إذن كما قلنا لتمثيل مبلغ في جدول العد نقوم دائما أو نبدأ دائما من أقصى اليمين، يعني سنبدأ دائما بوحدات الوحدات البسيطة. إذن هنا أقصى اليمين وهو الرقم 6، يليه الرقم 4، بعد ذلك الرقم 7. إذن هنا انتهت بفصل الوحدات البسيطة. إذن الآن سأمر إلى فصل الآلاف وهو هنا 5، يليه 9، ويليه 6. إذن الآن انتهيت من فصل الآلاف، سنمر الآن إلى فصل الملايين. إذن هنا نبدأ ب 3 2 0. إذن كما تلاحظون أنهيت فصل الملايين. إذن الآن سنمر إلى فصل جديد وهو فصل الملايير. إذن هنا يوجد الرقم 1. إذن كما تلاحظون 1 هنا يمثل وحدات الملايير. إذن هكذا نقوم بتمثيل العدد، وذلك قصد التعرف على فصول كل عدد. إذن كما تلاحظ العدد الأول يتكون فقط من 3 فصول، وحدات البسيطة، الآلاف، والملايين، بينما العدد الثاني وهو مبلغ الإرث يتكون من 4 فصول، فصل الوحدات البسيطة، فصل الآلاف، فصل الملايير، وفصل الملايير. إذن هذا العدد يقرأ على الشكل التالي: مليار، مليار، وثلاثة وعشرون مليونا، وستمائة وخمسة وتسعون ألفا، وسبعمائة وستة وأربعون. أعيد: مليار وثلاثة وعشرون مليونا، وستمائة وخمسة وتسعون ألفا، وسبعمائة وستة وأربعون. إذن هذين العددين هكذا نقوم بتمثيلهما في جدول العد، وذلك قصد التعرف على فصول كل عدد. إذن هذا الجدول قلنا يسمى جدول العد. إذن الآن تلاميذ الأعزاء سنمر إلى كتابة العددين. إذن كما تلاحظ هنا العددين مكتوبان بكيفية تصعب علينا أو يصعب علينا قراءتهما. إذن سنكتب العددين بكيفية تسهل قراءتهما. إذن نبدأ نكتب العددين بكيفية تسهل قراءتهما. إذن نبدأ بمبلغ الإرث. إذن كما تعرفنا سابقا وفي الوضعية الأولى أن لتسهيل قراءة عددين يجب أن نترك فراغ بين فصول كل عدد، وذلك بتجزيء العددين إلى 3 أرقام. إذن كما تلاحظون أن كل فصل يتكون من 3 أرقام. إذن هنا يجب أن نترك فراغ بين كل فصل، وذلك ليسهل علينا قراءة العدد. إذن العدد مبلغ الإرث يكتب على الشكل التالي. إذن كما تلاحظون فصل الوحدات البسيطة وهو 746، نترك فراغ، وبعد ذلك نكتب الفصل الثاني وفصل الآلاف 695، وبعد ذلك نترك فراغ ونكتب الفصل الثالث وهو الملايين، وبعد ذلك نترك فراغ. إذن هنا يسهل علي قراءة العدد. لماذا؟ لأنني أعرف فصول العدد. وكما قلنا العدد يقرأ على الشكل التالي: مليار وثلاثة وعشرون مليونا، وستمائة وخمسة وتسعون ألفا، وسبعمائة وستة وأربعون. إذن هذا فيما يخص مبلغ الإرث. إذن الآن سنرى ثمن الضيعة. إذن بنفس الطريقة نقوم بكتابة ثمن الضيعة بكيفية تسهل قراءة هذا العدد. إذن كما قلنا نترك فراغ بين فصول كل عدد، فراغ. إذن هذا كما تلاحظون ثمن الضيعة يتكون من 3 فصول، بينما مبلغ الإرث يتكون من 4 فصول. إذن هذه الكتابة تسمى الكتابة الاعتيادية. إذن هذه الكتابة تسمى الكتابة الاعتيادية. الكتابة الاعتيادية يعني نترك فراغ بين فصول كل العدد وبين فصول العدد، وذلك بتجزيء العدد إلى كل فصل من 3 أرقام. إذن كما تلاحظون أن كل فصل يتكون من 3 أرقام، وحدات، عشرات، مئات. إذن الآن تلاميذ الأعزاء سنمر إلى مقارنة العددين. إذن لدي العددين التاليين أو المبلغين التاليين، وهو إذن هنا لدي ثمن الضيعة ومبلغ الإرث. إذن سنقوم بمقارنة هذه العددين. إذن لمقارنة هذين العددين يجب أن نعرف أولا كم عدد الأرقام في كل عدد.
إذن كما تلاحظون أن ثمن الضيعة هنا يتكون من 9 أرقام. إذن هذا العدد يتكون من 9 أرقام. بينما ثمن مبلغ الإرث عفوا يتكون من 10 أرقام. إذن كما تلاحظون 10 أكبر من 9. إذن 10 أكبر من 9. أربعة. كنت 9 أربعة. ها؟ كنت نخاف الجهة الأخرى. ما عليه يا شرح بينة 9 أربعة. 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 إذن كما تلاحظون هنا لدي 10 أكبر من 9. إذن هنا لدي 10 أكبر من 9. إذن العدد الذي يوجد فيه أرقام كثيرة يكون أكبر من العدد الذي يوجد فيها أرقام قليلة. إذن هنا نستنتج أن مبلغ الإرث أكبر من مبلغ من ثمن الضيعة. إذن نلاحظ أن العدد الأول يتكون كما قلنا ثمن ضيعة من 9 أرقام فقط، بينما الثاني يتكون من 10 أرقام. إذن نستنتج أن مبلغ الإرث أكبر من ثمن الضيعة، ومن هنا لأن كما قلت 10 أكبر من 9، ومن هنا نتوصل للإستنتاج التالي: من خلال مقارنة العددين نتوصل إلى أن مبلغ الإرث أكبر من ثمن الضيعة، ومنه نستنتج أن أحمد باستطاعته شراء الضيعة لو تحقق الحلم. إذن إلى هنا تلامذتي الأعزاء يكون قد انتهى درسنا. في درس مقبل إن شاء الله، وحدة جديدة إن شاء الله. شكر الله لكم حسن الإصغاء والمتابعة، ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه.